قد تبدو كلمة آسف من أصعب كلمات الاعتذار، لكن الخبراء في علم الاجتماع وجدوا أن الاعتذار الأمثل يتطلب أكثر من مجرد كلمة. نعم أنا بسامح، كلمة آسف كثير كلمة حلوة ومعبرة من لما تطلع من أي شخص، بس طبعا ما يكون من وراها أي مصلحة. وبغض النظر عن كل الأحوال، أنا كطبيعتي وكتربايتي أنا طبعاً بسامح. أنت ماشي، في ناس بتدعمك الدعم عمدة متعمد، بغلط وبسيء، هذا ما لازم تسامحه يعني. وفي ناس مثلاً بتدعمك في السيارة أو مو شايفك أو شيء وقال آسف، أنا بسامح. أولاً أنا بقول إنه أكيد الواحد بيقول إنه بقبل الاعتذار والتسامح. التسامح هو لغة الدين والأخلاق، وديننا هو دين تسامح ودين وأخلاق. هلا بالنسبة لكلمة آسف أكيد ما بتكفي، والأصح نحكي حسب الموقف، حسب الموقف، ولكن على الأغلب كلمة آسف لحالها ما بتكفي. الجواب لا، بادر بحل المشكلة أولاً، ومن ثم يعني التفوه بكلمة آسف، على الأقل المبادرة رح تشفع لكلمة آسف في قبولها. الجواب رح يكون إنه أنت إذا استقبل في كلمة مسامحة، الله سبحانه وتعالى بسامح، فلازم الإنسان يكون عنده تسامح. لكن أنت تجي تأسف مني وأنا أعرض المسامحة، هذا حرام. فلازم الإنسان إذا هو قال لك أنا آسف لازم تسامح، لازم يكون فيه تسامح. كيف الناس تعيش مع بعض أو يصير في عندهم بيناتهم ألفة أو محبة؟ فالتسامح. ما دام الإنسان اعتذر معناته عارف خطأه، إذا هو إجى اعتذر منك، إذا هذا الإنسان يعني سكر كل إشي بحقك. لكن إذا أنت ما قبلت المسامحة معناته حياة مش مزبوطة.